بهالفيديو رح اشرح لكم قصة جميع اجزاء Call of Duty Modern Warfare القديمة الاصلية، يعني Call of Duty Modern Warfare 1 Modern Warfare 2 و Modern Warfare 3. وحتى اذا كنت ما تلعب Call of Duty وما انت مهتم فيها، فنصيحة تابع الفيديو لان القصة جدا رهيبة وما في داعي تكون لاعب Call of Duty عشان تستمتع فيها. وبالنسبة لقصة Modern Warfare الجديدة اللي هي الريبوت Modern Warfare 2019 و Modern Warfare 2، فرح اشرح قصتهم فيديو مستقل قريبا، بس لازم اشرح القصة الاصلية اولا لانه القصة الجديدة مقتبسة من قصة مودر وورفير الاصلية. وبس قبل ان نبدأ هذا الفيديو، عليه giveaway لنسختين لكول اوف ديوتي مودر وورفير 2. اذا حاب تدخل بالفرصة تفوز عليهم، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك المنصة اللي ودك اللعبة عليها. ويلا خلنا نبدأ. خلنا نبدا بقصه اول جزء في سلسله مودرن وورفير واللي هو كول اوف ديوتي 4 مودرن وورفير 1. تبدا قصه مودرن وورفير 1 بعام 2011. وقتها كان في قوات روسيه متطرفه عم بيحاولوا يسووا انقلاب على الحكومه الروسيه، وصار عده معارك بينهم بين الحكومه، وكانوا على وشك ينجحوا بالانقلاب ويستولوا على الحكم. قائد الانقلاب اسمه عمران زكايف، وصل كلام انه الحكومه الروسيه راح تطلب مساعده امريكا وحلف الناتو عشان يساعدوهم. فراح زكايف تواصل مع حليف إله بالشرق الأوسط باسم خالد الأسعد، وقال له عشان يسوي انقلاب في الدولة العربية اللي هو فيها اللي ما بنعرف إيش هي، بس على الأكثر العراق، ودعمه بفلوس وأسلحة كثيرة. ليش زكايف سوى كذا؟ عشان أمريكا والناتو ينشغلوا بالانقلاب اللي في الشرق الأوسط وما يتدخلوا في روسيا. بهذه الأثناء كان في تدريب لجنود بريطانيين، وهالتدريب كان بقيادة ضابط بريطاني اسمه كابتن برايس. أثناء التدريب كابتن برايس أعجب جدا بأداء أحد الجنود اللي اسمه سوب مكتافيتش، وعرض على سوب أنه يدخل معاه بفرقته الخاصة بالجيش البريطاني، فرقة برافو تيم، وسوب وافق. بعد كذا برافو تيم وصلهم خبر أنه في سفينة شحن يشك أنه فيها سلاح نووي وموجودة بالمحيط بين أمريكا وروسيا. فكابتن برايس مع سوب وباقي أعضاء برافو تيم بيروحوا ليفتشوا هالسفينة، وفعلا بيلاقوا احد الشحنات فيها سلاح نووي مكتوب عليه باللغة العربية. وفجأة بيتم الهجوم عليهم من قوات مجهولة، بيتقاتلوا معهم، ونتيجة هالقتال تغرق السفينة بالكامل، بس كابتن برايس واعضاء برافو تيم بيقدروا يهربوا بهليكوبتر قبل ما تغرق. بيكتشفوا بعدين انه السلاح النووي اللي على السفينة كان مرسول الى خالد الاسعد بالشرق الاوسط. بعد كذا الانقلاب اللي سواه خالد الاسعد باحد الدول العربية واللي دعم زكايف من روسيا نجح، وتم إعدام رئيس هذه الدولة اللي اسمه ياسر الفلاني من قبل خالد الأسعد على بث مباشر على التلفزيون، شافوه الناس من جميع أنحاء العالم. أثناء هذا الوقت بيتجه كابتن برايس مع فريقه إلى جبال القوقاز بروسيا، بيلتقي هناك مع جنود موالين للحكومة الروسية واللي عم يقاتلوا المتطرفين، وبيكون قائدهم شخص اسمه كامروف. بيتعاونوا مع بعض في مهمة عشان يحرروا شخص اسمه نيكولاي كان مع المتطرفين، بس كان جاسوس عم يتجسس عليهم، وهو اصلا اللي سرب لهم معلومة لبرافو تيم انه في سلاح نووي بسفينة نقل اللي تكلمت عنها من شوي. المهم تنجح المهمة وبيقدروا يهربوا نيكولاي. اثناء هذا الوقت الجيش الامريكي بيدخل على الدولة العربية اللي صار فيها الانقلاب بعد ما شافوا اعدام رئيس هذه الدولة على التلفزيون، وبيكون هدفهم القاء القبض على قائد الانقلاب خالد الأسعد. بيتجهوا فورا على مبنى الإذاعة والتلفزيون، لأنه بهذاك الوقت خالد الأسعد بيكون طالع على التلفزيون. بيقتحموا المبنى بس ما بيلاقوه بالمبنى، بيكون تسجيل قديم إله قاعد يشتغل على التلفزيون. وبيوصلهم خبر بعد كذا انه موجود في العاصمة، فبيتجهوا للعاصمة فوق 30,000 جندي. أثناء تواجدهم هناك بيوصلهم خبر انه هذا الفخ وفي قنبلة نووية بالعاصمة. بيحاولوا يهربوا فورا بس بتنفجر القنبلة النووية وبتقتل 30,000 جندي وسكان المدينة بلمح البصر. (تصفيق)
بعد كذا الجاسوس الروسي اللي حررناه نيكولاي بيقول لكابتن برايس انه خالد الاسعد موجود بمخبأ بدولة اذربيجان. بيتجه كابتن برايس مع برافو تيم الى المخبأ وفعلا بيلاقوا خالد الاسعد وبيبلشوا التحقيق معاه. بيسألوه مين ارسل قنبلة نووية ومين المسؤول عن تفجيرها، بس ما بيرضى يتكلم. اثناء التحقيق بيرن موبايل خالد الاسعد وبيرد عليه كابتن برايس وبيسمع صوت عمران زكايف. كابتن برايس اول ما يسمع صوته على طول بيعرفه وبيطلع مسدس وبيدبح خالد الاسعد لانه خلاص عرف مين المسؤول عن القنابل. بعدين كابتن برايس بيقول للشخصيات عن تاريخه مع عمران زكايف. قبل 15 سنة كان عمران زكايف والقوات اللي معاه في مدينة تشيرنوبل بأوكرانيا. هذه المدينة اللي انفجر فيها مفاعل نووي وأظن معظمكم بيعرف قصتها. بيكون عمران زكايف بهالمدينة عم يجمعوا أشياء من المفاعل النووي عشان تساعدهم يبنوا قنبلة نووية. المهم بتم إرسال كابتن برايس ومعاه ضابط اسمه ماكميلن عشان يختالوا زكايف، وفعلا بيقدر يصيب زكايف بس بتجي الطلقة على إيده وبتقطعها بس بضل عايش وبيقدر يهرب. طيب نرجع للحاضر. بعد ما كابتن برايس عرف انه عمران زكايف ورا هالعملية بيحددوا مكان ابنه اللي اسمه فيكتور زكايف وبيلاحقوه عشان يستعملوه ليوصلوا لأبوه. وفعلا بيحاصروا فيكتور زكايف وبيكونوا على وشك القاء القبض عليه بس بيطلع مسدس وبينتحر قبل ما يمسكوه. عمران زكايف بس وصل خبر موت ابنه بيعصب وبيرسل تهديد إذا ما طلعوا الأمريكان والبريطانيين من روسيا فرح يستعمل الأسلحة النووية عليهم. بعد التهديد بتم إرسال قوات أمريكية وبريطانية بقيادة كابتن برايس إلى مكان الأسلحة النووية بروسيا. أول ما يوصلوا بيلاقوا صاروخين نوويين بتم إطلاقهم على أمريكا. لو وصلوا رح يقتلوا فوق 50 مليون شخص بثواني. القوات بتقدر فورا إنها تقتحم المكان وتوصل لغرفة التحكم وتعطل الصواريخ في الجو قبل ينفجروا في أي مكان. ومن غرفة التحكم بيشوفوا بالكاميرات إنه عمران زكايف وقواته هربوا من المكان. بيلاحقوهم وبصيروا يتعاركوا هم بالسيارات، وأثناء الملاحقة قوات زكايف تطلق النار على ناقلة نفط بالطريق بتنفجر وبتوقف القوات الأمريكية والبريطانية وبتقتل عدد كبير منهم. زكايف بيفكرهم كلهم ماتوا وبيطلع من سيارته عشان يشوف إذا في حد عايش. بهاللحظة كابتن برايس بيكون في جنبه مسدس بيرمي لسوب يلي موجود بالقرب من زكايف، وسوب بيطلع المسدس بيدبح زكايف والقوات اللي معاه. وهنا بتنتهي قصة Modern Warfare 1. بسبب الأحداث اللي صارت في روسيا والشرق الأوسط اجتمعوا 4 دول اللي هم أمريكا، كندا، أستراليا وبريطانيا، وكونوا فرقة خاصة رح يكون فيها جنود من كل هالبلدان واللي هي فرقة Task Force 141، ودخل فيها كابتن برايس وسوب وجنود ثانيين. طيب قبل لنبدأ بقصة Modern Warfare 2 في أحداث مهمة صارت بين الجزئين. صحيح أنه تم قتل قائد المتطرفين الروس عمران زكايف واللي كان مخطط يسوي انقلاب، بس مع كذا المتطرفين الروس انتصروا وعملوا انقلاب على الحكومة الروسية واستولوا على حكم روسيا بعام 2013 بعد 2 سنين من أحداث الجزء الماضي. وتم بناء تمثيل في جميع أنحاء روسيا لعمران زكايف ويعتبروه بطل وشهيد لهم. وقائد متطرفين الجديد صار يعمل عمليات إرهابية قوية في جميع أنحاء أوروبا وبريطانيا انتقاما لموت زكايف. فرقة تاسك فورس 141 بقيادة كابتن برايس قدروا يحددوا مكان القائد الجديد وراحوا على المكان عشان يلقوا القبض عليه، بس ما لقوا أي حدا. كل اللي حصلوه صورهم وعليها إكس جميعا، يعني القائد الجديد مخطط عشان يذبحهم كلهم. بعدين اكتشفوا انه فخ وفي قنبلة بالمكان رح تذبحهم. قدروا يهربوا بثواني قبل ما تنفجر فيهم. اجت هليكوبتر عشان تاخذهم بس كان في اعداء كثير عم يلاحقوهم، فكان لازم واحد يوقف يدافع عنهم ليركبوا بالهليكوبتر ويضحي بنفسه. وكابتن برايس سوى هالشيء، بس ما قتلوا كابتن برايس، لا، تم القاء القبض عليه من المتطرفين الروسيين. اعضاء تاسك فورس 141 كانوا جدا معصبين بسبب اللي صار لكابتن برايس، وبيطالبوا احد القادة في المجموعة واللي هو جنرال أمريكي اسمه جنرال شيبرد، بيطلبوا منه يعطيهم اسم قائد المتطرفين الجدد لأنه هو الوحيد اللي بيعرفه، وبيعطيهم اسمه واللي هو فلاديمير ماكاروف.
بعدين نزل كوميكس أو قصص مصورة عن شخصية جديدة جدا مهمة باسم سايمون رايلي. سايمون هو جندي من القوات الخاصة البريطانية، وفي أحد الأيام بيكون مرسول في مهمة خاصة هو وثلاث جنود عشان يلقوا القبض على قائد أحد أخطر عصابات الكارتيل وتجار المخدرات في المكسيك واللي اسمه روبا. المهم سايمون والجنود اللي معاه بيوصلوا على بيت روبا، وكان في عيد بالمكسيك وقتها اسمه عيد الأموات، واللي الناس بتنكروا فيه وبيصبغوا وجوههم على أشكال أشباح أو ناس ميتة. فسايمون والجنود اللي معاه اتنكروا بأجواء العيد وكانوا على وشك يقتحموا بيت قائد عصابة المخدرات روبا، بس أحد الأشخاص اللي معاه اللي اسمه فيردن بيقلب عليهم وبيخونهم وبيطلع جاسوس لروبا وبيسلمهم إلى وبيرميهم بالسجن. فيردن ما كان شخص خاين وخلاص، لا، تم إلقاء القبض عليه من قبل من روبا وعذبه أشد أنواع العذاب، وقدر يعمل له غسيل دماغ بشكل أنه يشتغل معاه. المهم قائد الكارتيل روبا بدأ يعذب سايمون والناس اللي معاه، وبدأ يعمل عليهم عمليات غسيل الدماغ عشان يشتغلوا معاه، بس ما قدر أبدا يعمل غسيل دماغ لسايمون، عشان كذا عذبه أكثر من البقية بكثير. في أحد الأيام هم محبوسين بالسجن، الاثنين اللي مع سايمون قدروا يسرقوا مفتاح الحارس ويهربوا، وسايمون ما قدر يهرب معهم لأن جسمه متكسر من العذاب. روبا قائد الكارتيل بس اكتشف انهم هربوا جدا عصب، وجاب سايمون رايلي والضابط فيردن يلي خانهم بالبداية وخلاهم الاثنين يتقاتلوا حتى الموت، قال واحد منكم هيطلع عايش بس. وفعلا تقاتلوا وسايمون قدر يقتل فيردن وظل عايش، بس روبا حفر قبر وحط فيه جسد فيردن اللي مات، وحط معاه سايمون بالقبر ودفنه وهو عايش. بس سايمون من قوته وقوة الإرادة اللي عنده قدر يحفر القبر من جوا ويطلع من خارج القبر ويهرب، وطلع من المكسيك وعدى الحدود إلى أمريكا، وهناك تم إنقاذه ورجع على بيته. بس هذا الشيء أثر على سايمون بشكل جدا كبير، وصار دائما يحلم كوابيس بروبا وبالشيء اللي صار معاه. فأحد الأيام زاروا أصحابه الاثنين يلي كانوا محبوسين معاه بالسجن عشان يطمنوا عليه. سايمون لاحظ إنه أصحابه غريبين نوعا ما، مو نفس مو متذكرهم. بعدين انتبه إنهم مخططين يقتلوه، اتقاتل معهم وبعدين قدر يهرب من النافذة قبل ما يقتلوه، بس لف ورجع على طول على بيته لأن أهله في البيت. بعدين اكتشف إنهم قتلوا كل أهله، وقدروا يزيفوا القصة ويخلوه يبين إن سايمون هو اللي قتل أهله، وحاليا مطلوب من الشرطة في كل مكان. ليش أصحابه سووا كذا فيه؟ لأنهم لما كانوا محبوسين من روبا قدر يعملهم غسيل دماغ وخلاهم يشتغلوا عنده. سايمون وقتها خلاص انهار بالكامل وصار ميت من الداخل، وصبغ على وجهه صورة جمجمة كدليل انه خلاص مات الانسان اللي فيه، وبدأ يخطط للانتقام. قدر يلاقي المحطة العسكرية يلعب يشتغلوا فيه اصحاب الاثنين، اتسلل عليها وقتل واحد منهم وخطف الثاني ووداه على بيته مكان ما ماتوا اهله، وحطه في البيت وحرق البيت فيه. وهذا الشيء خلى الشرطة تفكر بعدين انه الجثة المحروقة في البيت هي جثة سايمون رايلي، فخلاص الشرطة فكروا ميت. بعدين قعد شهور يخطط كيف بده يروح ويتسلل لعند روبا قائد الكارتيل ويقتله، وفعلا قدر يمسك بعض القادة اللي بيشتغلوا عنده وعذبهم عشان يقولوا له على المكان يلي متخبي فيه روبا، وفعلا قالوا له وتسلل للمكان اللي عايش فيه روبا وقتله، وبكذا أخذ بثأرة بالكامل. أحد القادة بالجيش الأمريكي وبفرقة تاسك فورس 141 واللي هو جنرال شيبرد كان قاعد يراقبه طول هالفترة وشاف كل الأشياء يلي قدر يسويها لوحده وأثار إعجابه، فراح تواصل معاه وطلب منه إنه ينضم لفرقة تاسك فورس 141 وقبل سايمون رايلي، ودخل معاهم على شرط إنه هويته تكون مجهولة بالكامل، ورح يلبس قناع عشان ما حد يتعرف عليه أبدا. وسايمون رايلي هو الشخصية المحبوبة غوست. والآن نبدأ بقصة Modern Warfare 2. في عام 2016 بعد 3 سنوات من استيلاء المتطرفين الروس على الحكم، هديت الأوضاع والمشاكل بين الحكومة الروسية الجديدة وأمريكا، بس أحد قادة المتطرفين الروس ما بيعجبها السلام وده يخربها، واللي هو فلاديمير ماكاروف. وجنرال شيبرد اللي هو قائد بالجيش الأمريكي وقائد في مجموعة تاسك فورس 141 بيعرف هالكلام عن ماكاروف، فبيرسل جندي محترف باسم جوزيف
كريستوف آلين في مهمة سرية عشان ينضم مع ماكاروف ويتجسس عليه. وبعد فترة من الزمن الجندي جوزيف آلين قدر يكسب ثقة ماكاروف وينضم إلى مجموعته. في أثناء هذه الأوقات أعضاء من فرقة تاسك فورس 141 بقيادة سو بيتسللوا على قاعدة عسكرية روسية عشان يسرقوا قرص إلكتروني فيه معلومات مهمة عن المتطرفين الروس. بياخذوا القرص وأثناء هروبهم بينفضحوا وبيكونوا على وشك إلقاء القبض عليهم، بس بيكونوا زارعين قنابل في القاعدة بيفجروها عشان يشتتوا انتباه الجنود الروس وبيقدروا يهربوا من القاعدة. بعد كذا ماكاروف وأربعة أشخاص معاه منهم الجاسوس الأمريكي جوزيف آلين بيتسللوا على مطار في روسيا وبيكون معهم رشاشات ثقيلة. بيكونوا في مصعد طالعين على طابق كله مسافرين، وقبل لا يفتح باب المصعد بيقول للجنود اللي معاه نو راشن، يعني لا تتكلموا ولا كلمة روسية. وبيفتح باب المصعد وبيكون مليان مسافرين وبيبدأوا رش فيهم وبيقتلوهم جميعا، والجاسوس الأمريكي بيضطر يسمع كلامه عشان لا ينفضح أمره. المهم بيقتلوا كل المسافرين اللي في المطار، بعدين بينزلوا على الكراج عشان يهربوا بسيارة إسعاف، وهم وطالعين ماكاروف بيطلع مسدس وبيطلق النار على الجاسوس الأمريكي. Thought he could deceive us. When they find that body, all of Russia will cry for war. طلع بيعرف طول هالوقت انه جاسوس وسوى هالمهمة الارهابية كلها عشان يقنع الحكومة الروسية انه الامريكان اللي سووها، وعشان كذا قتل الجاسوس الامريكي في المطار، لان الروس بعدين اجوا وفحصوا جسته وعرفوا انه هذا جندي امريكي واقتنعوا انه الامريكان هم اللي عملوا هالعملية الارهابية في روسيا. ليش ماكاروف قاعد يسوي كذا؟ لانه وده تبدأ حرب بينهم، وهذا بالضبط اللي صار. روسيا سوت هجوم مفاجئ على العاصمة واشنطن في أمريكا، والجيش الأمريكي أرسل معظم قواته للدفاع عن العاصمة، وبكذا بدأت الحرب العالمية الثالثة. بأثناء هالوقت مجموعة تاسك فورس 141 بيحللوا القرص يلي سرقوه من القاعدة الروسية، وبيلاقوا فيه معلومات عن بائع أسلحة في البرازيل له علاقة مع ماكاروف، فبيتجهوا كل من جوست وسوب وأعضاء تاسك فورس 141 عشان يلقوا القبض عليه. وفعلا بيمسكوه وبيحققوا معاه، وبيحكي لهم انه الشيء الوحيد اللي بيعرفه عن ماكاروف ان اشد اعداء ماكاروف محبوس بسجن الكولاج بروسيا. اثناء التحقيق معاه بيتم محاصرتهم من اعضاء عصابات الكارتيل بالبرازيل، بس بيجي نيكولاي الجاسوس الروسي من الجزء الاول في اللعبة وبينقذهم بالهليكوبتر وبيقدروا يهربوا. بعدها بيروحوا على السجن الروسي عشان يحرروا اكبر عدو لماكاروف، لانهم بيفكروا انه ماكاروف رح يتدخل عشان يوقفهم ورح يستغلوا الفرصة انه يلقوا القبض عليه. وفعلا بيقتحموا السجن وبيشوفوا انه عدو ماكاروف الاول هو كابتن برايس اللي تم القاء القبض عليه قبل قصة مودر وورفير 2. ماكاروف ما بيكون موجود بهذيك المنطقة، بس الجيش الروسي بيقرر انه يفجر السجن بالكامل عشان يقتلهم جميعا، بس بيقدروا انهم يطلعوا احياء جميعا مع كابتن برايس باخر ثانية. نرجع الى العاصمة الامريكية واشنطن، في حرب صايرة فيها بين الجيش الروسي والامريكي، والقوات الجوية الامريكية بتفكر انه العاصمة تم الاستولاء عليها بالكامل من الروس، فبيقرروا انهم يقصفوا العاصمة بالكامل بالطيارات. بس هذا الشيء غلط، العاصمة لسه فيها عدد كبير من الجنود الامريكيين، وبيصلهم خبر انه القوات الجوية رح تقصف العاصمة وبالتالي رح يموتوا، فلازم يرسلوا اشارة عشان يلغوا القصف. واثناء هذا الوقت مجموعة تاسك فورس بقيادة كابتن برايس بيخترقوا قاعدة عسكرية روسية فيها صواريخ نووية، وبيكون الهدف انهم يستولوا على القاعدة عشان يوقفوا اي هجوم نووي على امريكا. بس كابتن برايس بيقطع اتصاله مع فريقه وبيروح لوحده عند محطة اطلاق الصواريخ وبيطلق صاروخ نووي على امريكا. فريقه بيفكروه انه انجن او خانهم، بس كابتن برايس بيكون عنده خطة ثانية. بس الصاروخ وصل لفوق امريكا فجر بالجو قبل لا ينفجر وما قتل فيه اي حد، بس هذا الانفجار ادى الى حدوث اشعة كهرومغناطيسية قوية
قوية جدا عطلت جميع أجهزة اللاسلكي والاتصال في العاصمة واشنطن في أمريكا. وبسبب هالتعطيل الجيش الروسي انسحب جزئيا لأنه بطل في تواصل بينهم وبين بعض، وعشان كذا كابتن برايس أطلق صاروخ النووي. هذا الشيء ما وقف الحرب بس خففها بشكل جدا كبير، وبسبب هالشيء الجنود الأمريكان قدروا يطلعوا على البيت الأبيض ويرسلوا إشارة للقوات الجوية عشان يوقفوا القصف اللي كانوا ناويين يسووه. بعد كذا بيوصل معلومة لفرقة تاسك فورس 141 إنه في مكانين ممكن ماكاروف متخبي فيهم. القائد جنرال شيبرد أرسل كل من كابتن برايس وسوب على المكان الأول واللي هو أفغانستان، وأرسل روتش الشخصية اللي بتلعب فيه مع جوس إلى المكان الثاني اللي هو جبال القوقاز في روسيا. روتش وجوس قدروا يتسللوا على مكان كان موجود فيه ماكاروف بس ما لقوا موجود هناك، بس لقوا هارد ديسك في جميع خطة ماكاروف بالكامل. قدروا إنهم يسرقوه ويهربوا من المكان عشان يلتقوا مع جنرال شيبرد ويعطوه الهارد ديسك. بس لاحظوا شيء غريب واللي هو الجنود يلي مع جنرال شيبرد ما هم الجيش الأمريكي، لا بل جنود من شركة عسكرية خاصة اسمها الشادو كومباني، واللي هم عبارة عن مرتزقة جنود تدفع لهم فلوس عشان يقاتلوا معك. المهم روش وغوس ما اهتموا كثير بالموضوع وكملوا والتقوا مع جنرال شيبرد وعطوه الهارد ديسك، وبعدها هذا اللي صار. Solid copy. No movement detected. 2-6 going into holding pattern. جنرال شيبرد أخذ الهارد ديسك اللي فيه المعلومات المهمة وخانهم وقتل جوست وروتش بمساعدة الشادو كومباني، وبعدها حرق جثثهم. ليش سوى كذا؟ لأنه وده هو يكون البطل والفضل كله من هذه العملية يرجع إلى لوحده. وبنفس الوقت أرسل الشادو كومباني أو المرتزقة إلى أفغانستان عشان يقتلوا كابتن برايس وسوب هناك، بس ماكاروف كان فعلا متخبي في أفغانستان، فقوات الشادو كومباني بدأوا يتقاتلوا مع قوات ماكاروف، وكابتن برايس وسوب بيقدروا انهم يهربوا، بس بيوصلهم خبر خيانة شيبرد ومقتل جوس. فكابتن برايس بيتواصل عن طريق الراديو مع ماكاروف وبيطلب من ماكاروف المساعدة، بيقول له خبرني اي معلومات تعرفها عن شيبرد لانه شيبرد عنده هارد ديسك فيه كل الخطة تبعك وراح يجي يقتلك. وماكاروف فعلا بيساعد كابتن برايس وبيقول له انه بيعرف وين متخبي شيبرد وبيعطيه المعلومات. Price. Shepard's a war hero now. He's got your operations playbook and he's got a blank check. Give me what you got, Shepard, and I'll take care of the rest. I know you can hear me on this channel, Makarov. You and I both know you won't last a week. And neither will you. Makarov, you ever hear the old saying, the enemy of my enemy is my friend? Christ, one day you're going to find that cuts both ways. Shepard is using the site Hotel Bravo. You know where it is. I'll see you now. Looking forward to it. Give my regards to Zakayev if you get there first. بعدها كابتن برايس وسوب بيقدروا يهربوا من المكان بمساعدة الطيار الروسي نيكولاي، وبيتجهوا للمكان اللي متخبي فيه جنرال شيبرد واللي هو أحد الكهوف بأفغانستان. بيروحوا كل من برايس وسوب بمهمة انتحارية لوحدهم عشان يقتلوا جنرال شيبرد وينتقموا لموت جوس، وبيقتحموا الكهف اللي متخبي فيه وبيتقاتلوا مع قوات الشادو كومباني. بس بيقدر شيبرد انه يهرب عن طريق زورق في النهر، بس بيلحقوه برايس وسوب وأثناء القتال في النهر بيوصلوا لعند هضبة أو شلال وبيوقعوا منها كلهم، وسوب بيقدر إنه يلحق جنرال شيبرد وبيتعارك معاه، بس شيبرد بيطلع سكين وبيطعن سوب وبيطلع مسدس عشان يذبحه، بس بيجي كابتن برايس وبيوقفه وبيتعارك معاه، بس شيبرد بيكون بكامل قوته وبيقدر إنه يوقف كابتن برايس وبيكون على وشك إنه يقتله، بس سوب بيطلع السكينة يلي طعن فيها شيبرد وبيرميها على عينه وبيقتله. وبكذا
بيكونوا أخذوا الثأر لمقتل جوست، وبيجي الطيار الروسي نيكولاي عشان يساعدهم، بس كابتن برايس بيقله إنه شيبرد قبل لا يموت حط خبر بالجيش الأمريكي إنه كابتن برايس وسوب خاينين وحاليا هم مطلوبين من كل مكان، بس نيكولاي قال له عندي مخبأ سري فينكم تتخبوا فيه. وهذه نهاية قصة مودر وورفير 2. والآن رح نبدأ بقصة مودر وورفير 3. أحداث القصة بتكمل على طول من نهاية مودر وورفير 2. نيكولاي بياخد كابتن برايس وسوب بعد ما قتلوا جنرال شيبرد على مخبأ آمن في الهند. في هذا المخبأ في قوات روسية تابعة للحكومة الروسية القديمة، واللي الآن عم يقاتلوا الحكومة الجديدة اللي مستولي عليها المتطرفين الروسيين. ومنتعرف على شخصية جديدة اسمه يوري، واللي هو جندي سابق بالقوات الروسية الخاصة. ويوري صديق نيكولاي ومعاهم بالمخبأ الآن، وهو الشخصية اللي بنلعب فيه اللعبة. أثناء تواجدهم بالمخبأ بيبدأوا يعالجوا سوب من الجروح اللي تعرض لها، لأنه كان في سكين مطعون فيها من جنرال شيبرد. بس أثناء هالكلام بينفضح المخبأ السري تبعهم وبيتم الهجوم عليهم من القوات المتطرفين بقيادة ماكاروف. كابتن برايس ونيكولاي وحلفائه بيقدروا يهربوا وياخدوا معاهم سوب. وبأثناء هالوقت في الجهة الثانية من العالم في أمريكا، الحرب العالمية الثالثة بين أمريكا وروسيا لسه مستمرة. الجيش الروسي غزا مدينة نيويورك وعلى وشك إنه يستولي عليها، بس بيتم إرسال فرقة خاصة من الجيش الأمريكي باسم دلتا وبقيادة شخص اسمه ساندمان، بيتم إرسالهم عشان يوقفوا الغزو. فريق دلتا بيتسلل تحت مياه البحر وبيقدر يستولي على أقوى الغواصات الروسية على شواطئ نيويورك، وبيستعملوا هالغواصة الروسية عشان يهاجموا ويفجروا السفن والغواصات الروسية، وهذا الشيء بيخفف تقدم الجيش الروسي على مدينة نيويورك. على مدى الثلاثة أشهر القادمة، كابتن برايس، سوب، نيكولاي ويوري بيتجهوا إلى مخبأ ثاني بأفريقيا عشان يكملوا علاج سوب. بهذه الأثناء رئيس روسيا بوريس جوفسكي بيوافق إنه يقابل رئيس أمريكا في ألمانيا عشان يبدأوا الكلام بمفاوضات سلام ويوقفوا الحرب. أثناء سفر الرئيس الروسي إلى ألمانيا تتعرض طيارته إلى هجوم من قبل ماكاروف وقواته وبيخطفوه. وفي أفريقيا سوب خلاص تعالج من جروحه وقادر على القتال، فبيتجه مع كابتن برايس ويوري إلى منطقة شحن ونقل بضائع في أفريقيا، لأنه بيوصلهم كلام إنه ماكاروف اشترى شحنة أسلحة ورح تتنقل من هذا المكان. وفعلا بيوصلوا على المكان بس بيكونوا متأخرين، شحنة الأسلحة بتكون خلاص راحت لعند ماكاروف، وهالأسلحة بتطلع غازات كيميائية سامة بيرسلها ماكاروف إلى فرنسا، لندن وألمانيا وبيفجرها هناك، وهذا بيتسبب بقتل عشرات الآلاف من البشر بهالدول. This is day 3, London, and we're off to Sarah. Tell Daddy where we're going. We're going to Big Ben. That's right, Big Ben. Birds, look, mommy, there's birds. That's your daughter. You know she gets that from you. وبعد هالهجوم على طول الجيش الروسي بيستغل هالفرصة وبيغزو هالبلدان. بعدين فرقة تاسك فورس 141 وكابتن برايس بيحققوا عن الأسلحة الكيميائية، وبيوصلوا انه ماكاروف اشتراها من بائع أسلحة بأفريقيا اسمه ورابي. بيتجهوا لعند ورابي وبيحققوا معاه، وبيحكي لهم انه في عالم روسي اسمه فولت هو اللي قاعد يصنع هالأسلحة الكيميائية لماكاروف، ومكان فولت بفرنسا، وورابي فقط بيساعد ماكاروف على نقل الأسلحة الكيميائية. بس أخذوا هالمعلومات، كابتن برايس بيطلع مسدسة وبيقتل ورابي. بعد كذا بيتواصل مع الجيش الأمريكي عشان يعطيهم هالمعلومات، مع العلم أنه إلى الآن مطلوب من الجيش الأمريكي لأنه قتل جنرال شيبرد. بس بيتواصل مع فريق دلتا بقيادة ساندمان، نفس الفريق يلي وقفوا الغزو على نيويورك اللي تكلمنا عنهم بداية القصة، وبيعطيهم المعلومات عن فولك. وفعلا فريق دلتا بيتجه إلى باريس
بفرنسا وبيلقي القبض على فولت. أثناء تواجدهم بباريس، برج إيفل بيسقط من وراء الغزو الروسي، لأنه قلنا من شوي روسيا هجمت على فرنسا، ألمانيا ولندن بغزو كامل. بعد التحقيق مع العالم الروسي فولك بيحكي لهم انه ماكاروف عنده اجتماع سري ومهم اليوم باحد الفنادق بدولة التشيك، والاجتماع رح يكون مع قادة المتطرفين الروس. فريق دلتا بيوصل هالمعلومة لكابتن برايس، فبرايس مع سوب ويوري ونوكولاي بيتجهوا الى التشيك فورا. هناك بيجتمعوا مع كامروف، اذا متذكرينا كلمت عنا بقصة مودر وورفير 1، واللي هو من الجيش الروسي بس كان عم يحارب القوات المتطرفة وللآن استولت على الحكم، وكامروف وقواته موجودين بالتشيك عشان يختالوا ماكاروف، فبتعاونوا مع بعض مع كابتن برايس عشان ينفذوا هالمهمة. بيتجه كابتن برايس وكامروف إلى داخل الفندق يلي فيه ماكاروف، وعلى العمارة الثانية بعيد عن الفندق بيكون متواجد سوب ويوري ومعاهم سنايبر عشان إذا لمحوا ماكاروف يذبحوا فورا. أثناء تواجد برايس وكامروف بالفندق بيتم الهجوم عليهم وبيتم اختطاف كامروف. بعد دقائق من اختطافه بيطلع كامروف بمصعد بس مقيد ومربوط. بيجي كابتن برايس عشان يساعده بس بينتبه في اخر ثانية انه جسمه كله مربوط عليه قنابل. بيهرب كابتن برايس فورا وبينفجر كامروف من القنابل المربوطة عليه. بعد لحظات من هالانفجار ماكاروف بيتواصل مع سوب ويوري يلي ماسكين سنايبر من عمارة ثانية، وبيقول ليوري يا صديقي ما كان لازم تجي هنا. وسوب فورا بيستوعب انه في قنبلة مكانهم. بيطيحوا هما الاثنين من العمارة، يوري بيتفادى أي أذى بس سو بيتعرض لإصابة قوية جدا، يعني ماكاروف كان بيعرف الخطة تبعهم بالكامل. المهم بيجي كابتن برايس وبيساعدهم وبينقلوا سو لمقر قريب عشان يعالجوه، بس إصابة سو بتكون قوية جدا وبيموت. You have to go now! Get off me! I'm sorry. مثل ما شفتوا قبل لا يموت سو قال لكابتن برايس انه ماكاروف بيعرف او صديق يوري، لانه قبل تنفجر القنبلة ماكاروف قال ليوري يا صديقي كان لازم ما تجي هنا. كابتن برايس بعد حزنه والصدمة القوية اللي اخذها من ورا موت سو بياخد يوري لغرفة مجاورة وبيحط مسدس على راسه وبيقله كيف تعرف ماكاروف؟ قل لي ايش علاقتك فيه. يوري بيقول ان هو كان يشتغل مع ماكاروف وكان أحد أكثر الناس المقربين إلها. وإذا متذكرين بقصة مودر وورفير 1 كابتن برايس بيحاول يختال عمران زكايف اللي هو قائد المتطرفين الأول. بلحظة اغتياله يوري بيكون موجود بهذيك المنطقة مع ماكاروف، وبيقول لكابتن برايس أنه ماكاروف هو اللي فجر القنبلة النووية بالشرق الأوسط بقصة مودر وورفير 1، ويوري كان معاه بهذاك الوقت، ويوري كان على وشك أنه يكون مع ماكاروف المهمة اللي قتل فيها الأبرياء في المطار، بس يوري خلاص ما قدر يستحمل أشياء اللي قاعد يسويها ماكاروف وكان ناوي يقلب عليه قبل ينفذ هذيك المهمة ويخونه، بس ماكاروف عرف وطلق عليه النار عشان يقتله قبل تبدأ مهمة المطار. يوري ما مات وأخذ مسدسة وحاول إنه يزحف على المطار ويلحق ماكاروف ويقتله قبل ليسوي العملية
العمليه الارهابيه اللي سواها بالمطار، بس من ورا الطلقه اللي اخذها بينزف كتير وبيغمى عليه. تجي بعدين الاسعاف بس خلصت العمليه الارهابيه وبيعالجوه بدون لا يعرفوا مين هو. وقتها بيقرر انه راح يقاتل ماكاروف عشان يوقفه. كابتن برايس بيقتنع بكلام يوري وبيقله خلينا نوقف ماكاروف مع بعض. بعد كذا كابتن برايس ويوري بيتجهوا لقلعه ساكن فيها ماكاروف بالتشيك بنفس البلد اللي هم فيه، بيتسللوا عليها وبيتجسسوا عليهم وبيكتشفوا انه ماكاروف ناوي يخطف بنت الرئيس الروسي. هو خطف الرئيس الروسي، الحين ناوي يخطف بنته ويعذبها قدامه عشان الرئيس الروسي يسلم ماكاروف مفاتيح القنابل النووية الروسية. كابتن برايس بيأرسل هالمعلومات فورا إلى فريق دلتا بالجيش الأمريكي، والفريق بيحدد مكان بنت الرئيس وبيتجهوا عشان ينقذوها بس بيكونوا متأخرين. قوات ماكاروف بيوصلوا لها قبل وبيخطفوها. وقتها بيجتمع كابتن برايس ويوري مع فريق دلتا الأمريكي وبيقدروا مع بعض يحددوا مكان ماكاروف والمكان مختطف فيه الرئيس وبنته واللي هو منجم الماس بصربيا. بيتجهوا هناك فورا عشان يحرروا الرئيس الروسي وبنته قبل لا يستسلم ويعطيه مفاتيح القنابل النووية، وفعلا بيقدروا يحرروه هو وبنته، بس بيكون في هجوم قوي من قوات ماكاروف، ففريق دلتا بقيادة ساندمان بيضحوا بنفسهم عشان يوقفوا قوات ماكاروف ويأمنوا الطريق لكابتن برايس والرئيس الروسي عشان يهربوا. وبيتضح بعدين انه تضحيتهم كانت لشيء كويس. الرئيس الروسي طلع واجتمع مع رئيس امريكا واتفقوا على انهاء الحرب بين الدولتين، وبالتالي انتهت الحرب العالمية الثالثة. وبعد كذا تم تبرئة اسم كابتن برايس وخلاص ما عاد مطلوب هو وفرقة تاسك فورس 141. بعد شهور من هالكلام بيوصل معلومات لهم انه ماكاروف موجود او متخبي بفندق باحد دول الخليج العربي. بيتجه كابتن برايس ويوري عشان يلقوا القبض عليه ويقتلوه، وفعلا بيوصلوا على الطابق اللي متخبي فيه وبيكونوا على وشك انهم يمسكوه، بس بتجي هليكوبتر تابعة الى وبتفجر الطابق بالكامل. يوري بيتعرض لإصابة قوية بس بيقول لكابتن برايس روح الحق ماكاروف خليني هنا، وفعلا كابتن برايس بيسمع الكلام وبيلحق ماكاروف وبيكون على وشك انه يهرب بهليكوبتر. بينط كابتن برايس على الهليكوبتر بيقتل السواقين وبتتحطم الهليكوبتر. بعدين بيتعارك هو وماكاروف وبيكون ماكاروف على وشك انه يقتله، بس بيفزع ليوري باخر ثانية، بس ماكاروف بيقدر يتغلب على يوري وبيطلع مسدسه وبيقتله. كابتن برايس استغل هالفرصة فورا واخذ حبل وربطه على رقبة ماكاروف ونط معاه على الطابق السفلي، وهذا الشيء ادى الى شنق ماكاروف وقتله. وبكذا بتكون نهاية قصة Call of Duty Modern Warfare 3، وكمان نهاية قصة أجزاء Modern Warfare القديمة بالكامل. وبكذا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم شرح قصة أجزاء مودر وورفير، ورح أنزل شرح قصة مودر وورفير الجديدة أو الريبوت قريبا إن شاء الله. وإذا كنت قاعد تشوف هذا الفيديو بعد أسبوع أو أسبوعين من نزوله، فعلى الأكثر شرح القصة الجديدة نزل وحاطط رابطها في التعليق المثبت فشيك عليه. وبس، كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي، شوفكم فيديوهات تانية إن شاء الله. مع السلامة.